بسم الله الرحمن الرحيم، يعطيك العافية. في عنا اليوم سؤال وركشيت، هذا اللي هو عن الكاريوتايبينج. خلينا مع بعض. عم بقولنا it's now possible to remove and examine the cells of a developing fetus to determine if it's carrying chromosomes for an inherited abnormality by making karyotype. The procedure of the technique is represented in document 1. هلا السؤال الأول، اللي احنا خلينا نركز شوي على الكومبتنسز اللي عندنا. السؤال الأول عم بقولنا pick out from the importance of karyotype. هلا البيك اوت هي معناتها بالعربي استخرج. بدنا ناخذ احنا مثل ما هي، بدنا ناخذها التيرم، ما بنحط، ما بنستخدم، ما بنفسر يعني، ولا بنزيد، ولا بناخذ النص كلياته من اوله لاخره، بنقول انه الجواب بقلبه، اكيد حيكون بقلبه. وفي مرات بيسالني بيعمل بيك اوت على من دوكيمنت، مش ضروري يعني من تاكست، احنا متعودين هيك من تاكست. اذا هون عم بقولنا بيك اوت the importance of karyotype. هل هو عم يسألني من الدوكيومنت؟ هو قال لي دوكيومنت 1، هذا دوكيومنت 1، تمام. هلا بالكتاب صار حكى بس على دوكيومنت 1. في شغله مهمه جدا، ممنوع احنا مثلا نطلع على هالدوكيومنت اللي هو بعده مش حكى عنه. هلا pick out the importance، اذا هي سهله. اذا جينا ارينا اللي هي عم بقولنا it's now possible to remove and examine cells of developing fetus للجنين to determine، هون الأهمية أو السبب، to determine if it is، يعني بنقول to determine if the fetus is carrying chromosomes for an inherited abnormality by making karyotype. إذن لحد هون، إذن هذا جواب السؤال الأول. في عنا شيء بيشبه pick out، شيء اسمه draw out. draw out طبعا مش رسم. draw out هي استخرج، استنتج. هم تفرق استنتج عن استخرج. استخرج بدك تلاقي مثل ما قلنا اخذنا الجمله زي ما هي من اولها لاخرها، طبعا مش من اول لاخر اللي داخل يعني. بينما الدرو اوت في عنا بنعمل منتال اناليسيس، بدنا نحلل شوي بعدين بدنا نكتب، يعني مش ضروري تكون موجوده، ولكن من الجيفن اللي معنا بنفهم شو المطلوب، نقدر نجاوب. بالنسبة للسؤال الثاني describe the steps shown in document 1. طبعا الديسكريبشن حكينا عنه المرة الماضية، بنعيدها بسرعة. لما يكون عندنا process بنبلش بالستيب، كل بالدور، ما بنفشق، ما بنزيد، ما بنعمل explain، ما بنعطي opinion، ما بنستخدم synonyms، تمام، نستخدم نفس الكلمات الموجودة. هلا راح نشوف شغلات. مثلا لو جينا مثلا على اول test tube هون، هلا مكتوب هو fetal cells بس وفي تست تيوب. هلا اذا طالب قال مثلا fetal cells are added to a test tube، مظبوطة. هلا هو لانه هو مش كاتب شيء، فينا احنا نكتب، وهي الشغلة موجودة يعني، احنا مش عم نجيبها من عندنا. هلا احنا بالشرح اللي اخذناها كنا نعمل سحبنا دم من حدا، ممنوع هون نيجي نقول extraction of 5 milliliter of blood، تمام. هون هذا اللي بنحكي عنه described، نتقيد بالدوكيمنت الموجود عندنا. هلا كيف نعمل description؟ سهل كتير. فينا نجمع التنتين هدول مع بعض. فينا نحكي مثل ما قلنا، نقول fetal cells are added to test tube then followed by colchicine addition. After that there is addition of hypotonic solution. Then there is slide preparation which is followed by observation under the microscope. After that microphotography is obtained. Then there is cutting and arrangement of the chromosomes. And finally karyotype is obtained. تمام؟ هاي إذا عنا description وهين، وإنه ما بنعمل explain. وإذا لقينا شيء ناقص مثلا هون culturing the cells at 37 degree مش موجودة، تمام؟ ما بنقعد إحنا بنزيد من عنا، في طلاب بتقعد بتزيد. ثلاثة indicate the role of colchicine and that of hypotonic solution. هلا في عنا indicate، طبعا احنا بنقيد ان الكومبتنسز جدا مهمة لناخد علامات. الindicate هي بنجاوب without justification، نعيد without justification. في يسألنا على شيء موجود بالنص، في يسألنا على شيء حفظ. هون indicate the role of colchicine، طبعا احنا اخذنا الكولشيسين هو to stop the cell division at metaphase، طبعا من الشرح هذا. Indicate the role of hypotonic solution،
الهايبتونيك سوليوشن انه هو ريتش ان ووتر اللي هي which enters by osmosis inside the fetal cells and leads to their swelling then lysis. اذا هذا احنا نكون حافظينه. رقم أربعة في عنا ليست ذا كرايتيريا. طبعا كرايتيريا هي شو المعايير، تمام؟ المفرد تبعها كرايتيريون. according to which chromosomes are arranged in the in karyotyping. اللي كانت طبعا هي كمان حفظ، وعم بقول لي ليست بنسميهن اللي هن قلنا arrange in pairs in decreasing order of size according to position of centromere and ثلاثة according to banding pattern. إذا هاي بالنسبة للكاريوتايبينج. بنيجي على اللي بعده، هون عملنا دوكيومنت 2A، بنروح على دوكيومنت 2A اللي هي هاي هون. Represent the karyotype of a normal person. هو عطانا given normal كرمال نقارن هلا فيه. And 2B represent the karyotype of a fetus أو of the fetus اللي عم ينعمل له karyotyping، ما اللي هو normal أو لا. هلا بنشوف احنا ممكن نقدر نعرفه normal أو لا، بنشوف. خلينا هون بس شيلوا لي هاي هيك. نترك بس identify the sex of the fetus. identify as a competency يا اخوان هي بدنا نعمل justification based on the characteristics. يعني بدنا نوصل احنا لشغلة من خلال صفاتها. مثلا اذا عندنا مثلا خلية احنا والكروموزومز at the middle of the cell، بقول لك identify this phase. الشيء المميز لها انه الكروموزومز at the middle، ما في، ما بلاقيها بولا phase تاني. ما باجي بقول له والله في سنترومير at opposite poles، هاي بلاقيها موجوده بالانافيز، بلاقيها موجوده بالميتافيز. اذا هاي مش شغله مميزه للميتافيز. هون نفس الشيء عم بدنا identify. كيف نعرف احنا هذا ميل او فيميل؟ احنا بنعرفه من بير 23. اذا احنا فيش داعي نروح نحكي على pair مثلا 1 تمام او pair 2 او pair 3، ما في داعي نحكي عليهم. فهون عم نقول identify من نعمل justification، بعدين بالاخر شيء بنعمل الريزلت. كيف نعمل justification؟ بنقول pair 23 which is the gonosomal pair. we notice that document 2b the two chromosomes are not identical and the presence of y chromosome. ماشي الحال. اللي هي which determines the male phenotype. as a result نكتب so. هو عم يسألني على الفيتس، نقول the fetus is male. تمام. هل رقم 6 عم قلنا compare both karyotypes. والcomparison حكينا عنه وحلتوها انتو منيح المرة الماضية. compare انه منحط similarities ومنحط شو differences. جينا نطلع احنا على karyotype، على both karyotypes لحتى نحل صح. بنلاحظ طبعا هاي 2B هو 2A هو اللي نورمال. بنروح على 2B نشوف هل هي نورمال ولا في مشكلة. أول شيء في اختلاف هون، هاي أول اختلاف. 1 نفسها، 2 نفسها، 3 نفسها، 4 نفسها. هون في رقم 5 في طلاب ما حتنتبه له. 6 7 8 9 10 بنمشي فيهن، 11 12 13 14 كله تمام. إذا في عنا احنا كل إذا جينا نعمل comparison شو similarities. أول شيء number of chromosome in both هو 46، مش إحنا قلنا total مع total نقارن بالأول. إذا أول جملة بنكتبها إنه both karyotypes contain 46 chromosomes، هاي واحد. رقم اثنين قلنا بنقارن الأوتوزومال مع الأوتوزومال. هلا الأوتوزومال هو اللي هني من 1 ل 22، بنقارن الأوتوزومال مع الأوتوزومال. لاحظنا إنه كلهم يتشابهوا بالسايز وبالنمبر ما عدا رقم 5، في عنا فرق بالسايز مش بالنمبر. فشو بنقول احنا؟ بنقول all the autosomal chromosomes all the chromosomes from 1 to 22 are identical in both are identical in number، بنحط بين قوسين 44، in both karyotypes اللي هني 2A and 2B and they are arranged in pairs in decreasing order of size except pair number 5. تمام. كيف بدنا نقارن إسا هون؟ بنقول where one of the chromosomes of karyotype 2B one of the chromosomes of number 5 طبعا of karyotype 2B equal in size to both chromosomes in document 2A
while the other, ولكن الكروموزوم التاني شو is shorter than them. إذا نقول واحدة من الكروموزومز اللي هون، لأنه إحنا عم نعمل comparison both karyotypes، واحدة من الكروموزومز اللي هي ما فينا نسميها لأنه هو مش مسميها أصلا، ما فينا نقول الشمال يعني، ولا one of the chromosomes، تلاحظوا هاي نفس السايز، يعني نقول one of the chromosomes in the same size أو identical size while the other is shorter than them. هاي بالنسبة للأوتوزومال. بنروح على الجونوزومال، نفس اللي حكيناه المرة الماضية. الجونوزومال pair 23 بنقول both karyotypes contain two chromosomes, two gonosomal chromosomes أو two chromosomes. The two chromosomes in document 2A are identical in size, whereas the two chromosomes in document 2B, one of them is larger than the other, and the large chromosome are equal in size to those of document 2A. آخر شيء عندنا, what can you conclude? كمان هاي الكومبتنس الكونكلوجن. What can you conclude about the state of the fetus؟ حالة الفيتس شو؟ هلا ميل عرفنا, ما حنرجع نقول له هو ميل لأنه سألني عنه. State هل هو يعني normal مقصود فيه؟ مرات بيقول لي مثلا prenatal diagnosis. بيقول لي give prenatal diagnosis for the fetus. prenatal يعني قبل الولادة. واللي يعطيني تشخيص ما قبل الولادة. طبعا شو تشخيص ما قبل الولادة؟ يعني نقول له هل هو بيطلع شو نورمال أو لا. فعنا الفيتس شو هو, هل هو نورمال أو لا؟ منروح منشوف, قلنا في عنا البير اللي هو بير 5, في عنا loss of genetic material. any loss or gain in the genetic material بيؤدي لك abnormality أو genetic abnormality. هون الجينيتيك abnormality هي كروموزومال abnormality, وهي structural abnormality مش in the number, in the structure. شو هالابنورماليتي الموجودة اللي هي في deletion أو loss in part of one of the chromosomes 5. فإحنا هون عم بقولي what can you conclude, بنقول له the fetus suffers from chromosomal abnormality, بنحط بين قوسين structural abnormality. ولقدام إحنا راح نأخذ الأمراض, هذا المرض بنسميه كريدوشات. بدوش هو فرنسي يعني, تمام. هذا المرض لما يكون الكروموزوم نمبر 1 5 عفوا طاير منه شقفة, هذا بنسميه كريدوشا, هذا الديسيز. هلا احنا بكفي قلنا لهون شو بنقول, بنقول انه في ستراكشرال كروموزومال ابنورماليتي. هل بدها جاستيفاي الكونكلوجن؟ ابدا ما بدها, تمام. لقدام رح نربطها بالانالايز والانتربريت والديديوس, تمام. خلينا هسه بس لحد هون نوقف. لازم نميز بين الكومبتنس, جدا مهم لناخذ العلامات. هون جواب تكتبوه, اي سؤال ان شاء الله بنجاوبكم عليه, والله يعطيكم العافيه.